بعد 4 سنوات من الحرب، ما هو مستقبل العلاقة مع التحالف في مسألتي الشرعية والتحرير؟ ماذا عن الميليشيات والجيوش الصغيرة الموالية لأبو ظبي والرياض والجماعات التي تعمل بالوكالة؟ وماذا عن الملف الإنساني والحقوقي والإغاثي والإعمار؟ أهلا بكم. حول مستقبل التحرير ومآلات بلد يوشك على الضياع بين ميليشيا الحوثي وجناحي التحالف المسيطرين على الأرض الإمارات والسعودية، أصبح اليمنيون أمام أخطار مركبة بعد انحراف التحالف عن أهدافه المعلنة تجاه التحرير في اليمن، وتحول فيها إلى راع لميليشيات وجيوش صغيرة تمارس الإرهاب والتنكيل باليمنيين، وفتح الباب لطيرانه الذي أسرف في قتل المدنيين، وتحولت الشرعية إلى مغسلة لجرائم التحالف وأخطائه وتجاوزاته بحق سيادة البلد ومصالحه. الآن ما الذي بيد الشرعية واليمنيين لتصحيح هذه العلاقة المشوهة بعد 4 سنوات من العبث تحت لافتة التدخل لاستعادة الشرعية؟ ما هو مستقبل التحرير على ضوء هذا التلاعب في إدارة معارك التحرير ودعم الجيش؟ ما هو مصير الضحايا؟ وما هو مصير ملف الإعمار؟ 4 سنوات تضاعف فيها الوجع اليمني والقهر والجوع والمرض. 4 سنوات على تدخل التحالف الذي خالفت أفعاله أقواله وأهدافه المعلنة. هل ظل التحالف طريقه في اليمن؟ أم أنه وجد ضالته في متاهة اليمن وإطالة أمد معاناة أبنائه؟ يدرك اليمنيون جيداً اليوم أن دول التحالف تعمل بغير الأهداف التي دخلت بها في اليمن، ولا شيء يهمهم غير البحث عن آلية للخروج من الأزمة ومن النفق المظلم. بعد 4 سنوات من عاصفة الحزم، وجدوا أنفسهم بلا سند، يفتشون عن قشة أمل تخفف عنهم المعاناة وتخرجهم إلى مرفأ السلام والاستقرار. عبث بمقدرات البلد وانتهاك للسيادة ومشاريع جانبية انشغلت بها دول التحالف، بعيداً عن هدف استعادة الشرعية الذي عطل بإخماد جبهات التحرير ومنع الدعم عنها. عطلت دول التحالف قرار التحرير لتسنى لها تنفيذ أطماعها. إنسانياً تشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم. أكثر من 24 مليون شخص ألقت بهم الحرب في حفرة المجاعة، أي ما نسبته 80% من السكان، في حين بلغ عدد النازحين داخل اليمن أكثر من 3 ملايين شخص، فيما سقط أكثر من 10,000 قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى. أرقام المأساة تتفاقم مع استمرار الحرب، في حين تعمل دول التحالف على تقويض حضور الشرعية وتجريدها من الأدوات، وتمنع عودتها لممارسة مهامها من الداخل اليمني، وتدعم الميليشيات المناوئة لها. وتزامناً مع الذكرى 4 لعاصفة الحزم، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريراً كشفت فيه الأجندات الخفية لدولة الإمارات 3 أهداف خفية خرج بها ملف الجارديان الصحفي، تتمثل في سحق الإسلام السياسي بأي شكل، والسيطرة على خط الساحل ذي القيمة الاستراتيجية للبحر الأحمر عبر مضيق ضيق في القرن الإفريقي، حيث أنشأت الإمارات قواعد عسكرية في جيبوتي وإريتريا، في حين يتمثل الهدف الثالث في تطوير وتعزيز قواتها الخاصة مثل قوات الحزام الأمني. بذات النهج ذهبت السعودية بعيداً عن الشرعية في المنطقة الشرقية البعيدة عن مناطق الصراع في المهرة، وأنشأت ميليشيات ومشاريع استراتيجية خاصة بها، وتواجه سخطاً ورفضاً شعبياً بدأت بوادر تطوره إلى رفض مسلح. 4 سنوات غيرت موقف اليمنيين من عاصفة الحزم التي رأوا فيها بالأمس منقذة لهم، لتتحول اليوم بنظرهم إلى مأزق آخر لا يقل خطراً عن إيران والحوثيين. أفق مسدود وشرعية تخلت عن كل امتيازاتها وأدواتها، حتى سمعتها وقرارات التأييد الدولي لها تأثرت بسبب ارتباطها بسمعة السعودية والإمارات السيئة في الغرب. خيارات الشرعية وإمكانية خروج اليمنيين من المأزق والمتاهة المرهقة باتت مستحيلة مقارنة بالمعطيات، لكنها سياسة واليمن فن الممكن، وأرض المفاجآت حتماً ستغادر النفق المظلم وتكسر المألوف وتنجو، لكن بأي فاتورة هذه المرة ومن أي نافذة ستعبر؟ إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الأستاذ جمال المليكي منتج الأفلام الوثائقية، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ جمال. مساء النور.
إذن بداية، بعد 4 سنوات من الحرب، كيف يمكننا القول أين يقف التحالف من أهداف تدخله في الحرب من اليمن في اليمن؟ هو باعتقادي هناك هدف أو أهداف معلنة وهناك واقع على الأرض. للأسف الشديد أن الواقع على الأرض هو يكذب أو يعارض أو يناقض ما هو ما هو معلن. الآن هذا المسرح، مسرح الأحداث منذ 4 سنوات، هو كافي أن يجاوب على هذا السؤال. يعني لم يعد الأمر يعني شهر أو شهرين أو مدة قصيرة من الزمن نقول ما زال هناك بعض التكتيك العسكري أو بعض الممارسات السياسية التي هي عصية على القراءة. لا، عندنا مسرح أحداث يصرخ في وجوهنا بكل وضوح ويجيب على هذا السؤال، هل الأهداف المعلنة هي فعلا منعكسة على الأرض أم لا؟ للأسف الشديد كيمنيين قبل كل شيء نقول أن هي لا تصدق، أن الواقع على الأرض لا يصدق الأهداف المعلنة. نعم، إذن ربما لم نتحدث عن هذا الموضوع الآن وليس قبل عام وليس أكثر، يعني ربما أكثر من ذلك، ونحن نتحدث عن انحراف مسار الأهداف لما نجده على الواقع كما تفضلت. برأيك ما هي أدوات الضغط الشعبي التي يمكن أن تمارس على قيادة الشرعية لتصحيح مسار العلاقة أو يعني مسار تدخل التحالف ضمن الأهداف التي تم الإعلان عنها؟ هو الإجابة المباشرة على سؤال كهذا يحتاج منا جهد له علاقة بالتاريخ القريب أو بالذاكرة القريبة. لا نستطيع أن نطالب مجتمع مورس معه ما مورس بشكل مباشر بهذا الدور، لكن هناك بعض المعيقات. يعني مثلا المنطق الذي يقال اليوم، هناك منطق حتى مع الصادقين مع فكرة الوطن ومع الصادقين مع فكرة استعادة الشرعية وسيادة البلد، تقول انه علينا ان الا انه يعني نشرح او ان الا نكشف فضائح التحالف كي لا نخسر معركتنا مع الحوثيين. وهذا المنطق قد يكون من باب التكتيك السياسي صحيح في ظل وجود يعني عمليه موازيه او عمل موازي لانتاج واقع اخر، لكن في ظل يعني هو استسلام. في ظل عدم وجود خطة موازية هو استسلام وركون، وليس ذكاء سياسيا ولا وليس له أي علاقة بالتكتيك السياسي ولا بالذكاء السياسي. لذلك هناك بعض المبررات المعيقة لبداية تشكل أي عمل جديد. لذلك فكرة الرهان على الداخل، وإن كانت كعبارة أصبحت مستهلكة للأسف الشديد، لكن الشرعية لماذا لا نستطيع أن نطرح السؤال اليوم؟ لأنه لم يكن هناك سؤال مطروح مبكرا، ماذا لو تركتنا السعودية وتركنا التحالف في منتصف الطريق؟ هذا سؤال كان من المفترض أن يطرح في أوقات مبكرة. لو كان طرح في أوقات مبكرة كان سيكون هناك شيء من أشياء التهيئة في استخدام الرأي العام المحلي في حتى مواجهة التحالف أثناء النقاش في الغرف المغلقة. لكن اليوم أصبح التحالف يتعامل مع أشخاص ويعرف أنهم هم إذا قالوا نعم فالبقية سيسكتوا. للأسف الشديد هذا هو الحاصل. لكن يعني هناك من يرى أيضا أن هناك ركون من قبل الشرعية أو استسلام كما تفضلت مرغوب، يعني هي ليست يعني لا تود للواقع أن يتغير، مرتاحة لهذا الوضع، رواتب بالدولار، أوضاعها مؤمنة، عائلاتها مؤمنة، أطفالها في المدارس، فبالتالي لما يتغير الواقع ولما ستقطع الصلة أو العلاقة وهي مرتاحة. هذا هو شكل من الأشكال أو جزء من الصورة، وهو تقديم المصالح البسيطة الشخصية في مقابل مصلحة الوطن. لكن هناك ما هو أدهى وأمر، هو عدم القدرة وعدم الكفاءة والعجز السياسي منذ أوقات مبكرة. هذا باعتقادي هو الذي قاد لأن يصبح الشخص هو يراعي إذا أتي له بمأكل ومسكن سيقبل بأن تضيع بلد. هذه نتيجة للغباء السياسي للأسف الشديد ولعدم الكفاءة السياسية، سواء للرئاسة بشكلها الرسمي أو حتى للنخب السياسية التي ربما الحديث عن التقييم التفصيلي يطول، لكن في الغالب لم تكن هناك إجابة على سؤال ماذا لو تركنا التحالف في منتصف الطريق. عدم الإجابة على هذا السؤال منذ وقت مبكر هو الذي يجعل طرح أي سؤال يعني ما يحدث الآن ألا يخلق أيضا سؤال موازي له؟ يعني ما على من يمكن الركون
للخروج من هذا المأزق إن كان هناك إرادة حقيقية للخروج منه. يعني ربما لم يسأل السؤال الذي طرحته مبكرا، ولكن ما يحدث الآن وما يعني النتائج التي توصلنا إليها تستدعي أيضا سؤال، هل هناك مخارج أخرى غير التحالف؟ هو افتراض وجود إجابة واضحة على هذا السؤال باعتقادي أنها مشكلة. لماذا؟ لا ليس يأسا، ولكن هناك طرف اللي هو التحالف بوجهه السعودية والإمارات. السعودية من وجهة نظري هي تعرف ما لا تريد، والإمارات تعرف ماذا تريد. هذه العبثية الموجودة في المشهد، وسواء الطرف الذي يعرف ما لا يريد هو يتخذ خطوات لتحقيق أو ليحمي نفسه مما لا يريد، والإمارات تتخذ خطوات وخطوات متتابعة وخطوات يعني وفق خطة لأنها تعرف ماذا تريد تحديدا. إذن الآن الطرف الآخر الممثل له الذي هو المجتمع اليمني المواجه لميليشيا الحوثي معاق بسبب الطرف الممثل له. اليوم السؤال، هل هناك قدرة لهذا الشارع أن يتحرك في ظل أنه هناك في مناطق مسيطر عليها الحوثيين وبالتالي صعب التحرك، وفي المناطق المحررة يصعب عليها التحرك، وفي المناطق منطقة زي مارب يعني مرغمة أن تلعب سياسة كي لا يقال عنها كذا ويقال عنها كذا. هذا المنطق يجعلنا أمام دائرة مغلقة. السؤال يعني ممكن أن نقول كلام إنشائي حول الدور المحلي والمواطن، لكن إذا 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 تكلمنا بشكل عملي وكشكل إجرائي لا أعتقد أن هذا من السهولة بمكان في الوقت الحالي، ما لم تكن هناك تتشكل إرادة لدى مجموعة من النخب السياسية على الأقل أو مجموعة حتى من الرموز الميدانيين في تشكيل واقع جديد. أما في الواقع الحالي لا أعتقد. إذن دعنا نستضيف معنا الأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب عبر الهاتف من إسطنبول. مساء الخير أستاذ شوقي. مساء الفل أستاذ. أهلا بك. برأيك أستاذ شوقي لما تم الإخفاق حتى اللحظة منذ 4 سنوات في تحرير البلاد واستعادة الشرعية؟ بداية شكرا لك أستاذ آسيا، وشكرا للزميل العزيز الأستاذ جمال المليكي ولسائر الضيوف والأستاذ والسيدات المشاهدين. لابد في البداية دائما كما تعودت أن أذكر بجريمة الحوثيين الجماعة الإرهابية الانقلابية التي جرت كل هذا الويل وكل هذه المآسي لليمن واليمنيين، فكل الوزر تتحمله هذه الجماعة، وإلا كان اليمنيون على مسار حوار وطني ومخرجات ويعني إقامة دولة وطنية. فلابد من التذكير أولا حتى لا يتبكى هؤلاء الحوثيون الآن على موضوع العدوان والتدخلات. أما لماذا أخفقت كل هذه أو لماذا أخفقت أو لماذا تعثر تحقيق أهداف التحالف الخليجي أو التحالف العربي، فهناك أسباب كثيرة. السبب الأول طبعا وأنا دائما أعيده إلى هذا السبب، وهو أن الشرعية للأسف عندما سلمت قياد المعركة للتحالف تنحت جانبا وذهبت بعيدا تماما عن المشهد، وظلت تنتظر الآخرين يصنعوا لها انتصار ويحرروا لها بلد، وبالتالي غابت تماما وغابت مؤسساتها. وليس أدل من ذلك على أعداء يعني أكثر من أن ندلل على ذلك من أن البرلمان إلى هذه الساعة منذ هذه ال4 سنين لم يستطع أن يعقد جلسة واحدة ليساهم بدوره التشريعي والرقابي والتحشيدي، كونه يمثل المؤسسة الشرعية المنتخبة من الشعب. وبالتالي هذا هو السبب الأول، أن الشرعية غابت تماما عن المشهد. السبب الثاني أنه للأسف تداخلت الأجندات. يعني في البداية أعلن أن هناك تحالف لتحقيق هدف محدد واضح، أعلن في مؤتمر الرياض وأعلن على الملا وسلم يعني أعلن للأمم المتحدة وأعلن للمجتمع الدولي أن هذا التحالف لإنهاء الانقلاب ولتعزيز بناء اليمن الجديد. لكن للأسف انحرفت أجندة من الأجندات تماما عن هذا الهدف، وتبين يبدو أن هناك أطماع واضحة تماما تستهدف الموانئ اليمنية وتستهدف السواحل اليمنية وتستهدف الجزر اليمنية، ومن ثم اشتغلت هذه الأجندة لإنجاح مشروعها في تمزيق اليمن، تمزيق نسيجه الاجتماعي، ملشنة
المكونات المسلحة، يعني لا تقل هذه الميليشيات الآن المكونة باسم النخبة وباسم الحزام الأمني وباسم لا تقل مطلقا إجراما عن ميليشيا الأخرى. منع الرئيس من العودة، منعت الحكومة من ممارسة عملها، منع البرلمان من أن ينعقد، تسببت في مضايقات للمحافظين والمجالس المحلية قصدي المجالس الإدارية في تلك المحافظات، صارت هذه الميليشيات تتحكم بها، تعثرت بتعزيز بناء مؤسسات الدولة في محافظة عدن حتى يعني تعود إليها الدولة وتنطلق منها الدولة. اليوم محافظة عدن تشكو من كثير من المآسي لأنه للأسف لم يتركوا محافظ من المحافظين يشتغل، الآن المدينة بلا محافظ، يحكمها مجلس انتقالي لا يعني أجندته للأسف منحرفة تماما، يتصرف تصرفات يعني غير مسؤولة، وآخرها تلك البهزلة التي بهدل باليمنيين مع السفير الروسي، وبالتالي هذه الأجندة الواضحة تماما أنها انحرفت هي سبب رئيس الآن في تعثر تحقيق الأهداف التي أعلن لها. نعم، إذن أضيف سبب ثالث مهم، إضافة إلى الفساد الذي نخر المكونات. اليوم هناك مكونات للأسف نخرها الفساد نخر يعني في الموازنات، لأن يعني ينبغي أن يعرف الناس أن مؤسسات الدولة القائمة الآن، الحكومة الآن وبعض أجهزتها تشتغل بلا موازنة. يعني تخيلوا دولة لها 4 سنوات تشتغل بلا موازنة مقررة ومراقبة من البرلمان، تشتغل بطريقة يعني كأن للأسف يعني كأنها صاحب بقالة. هل لكل هذه الأسباب التي ذكرتها أستاذ شوقي لم ينعقد البرلمان، هل هناك يعني من يحارب انعقاد البرلمان لأجل مصالح شخصية داخل مكون الشرعية؟ يا سيدتي لا، يعني هذه لا تخفى على أحد. هناك يعني أنا قلت أكثر من مرة أن السبب في عرقلة انعقاد البرلمان سبب يعود إلى التحالف وسبب يعود إلى الشرعية وسبب يعود إلى البرلمان نفسه، إلى المجلس النواب وأعضائه. أما فيما يتعلق بالتحالف فهو واضح تماما أنه لم يؤمن يعني لم يؤذن للبرلمان في أن ينعقد في عدن، ومعروف أن عدن الآن تحت سلطة التحالف وبالتحديد الإمارات العربية المتحدة، ولم يسمح له في محافظات أخرى. فهناك الآن محاولة ربما والله أعلم أنه قد ينعقد في منتصف أو في 10 الأيام الأولى من شهر إبريل، يعني كما وعدنا بذلك. فالسبب الأول التحالف الذي يستطيع كان أن يؤمن المحافظة، لأن أعضاء البرلمان كانوا قد تواجدوا قبل سنة وشوية في جدة، وتواجدوا قبل شهرين أو يعني في الرياض بنصاب مكتمل سيعترف به العالم وسيدعم حضور الشرعية وسيدعم حتى التحالف لو أنهم يعقلون. السبب الثاني رئيس الدولة نفسه شخصيا، الرئيس هادي للأسف لا زال إلى هذه اللحظة يعد بالسماح والترتيب لانعقاد البرلمان ولكن لم يفعل. السبب الثالث العائد إلى أعضاء مجلس النواب أنفسهم، لم يتفقوا على هيئة رئاسة جديدة، كل يريد أن يفرض أجندته، وبالتالي تشظت هذه المجموعة التي تكون نصابا للأسف. أملنا الآن في أن يتعقل الإخوة أعضاء مجلس النواب ويتحمل مسؤوليته الأخ الرئيس هادي، وكذلك الإخوة في التحالف يتحمل الجميع مسؤولياتهم لعقد جلسة البرلمان حتى يعني يقوم العمود الرئيس الآن يعني للشرعية. أستاذ شوقي أفهم من كلامك أنه لابد من انعقاد المجلس، لا تستطيعون الآن محاسبة الحكومة على كل الفساد الذي تتحدث عنه أو على هذا الابتعاد كما وصفته والاستسلام والتسليم للتحالف بكل هذه الأشكال والصور؟ طبعا لا نستطيع أن نفعل شيء. لماذا؟ لأن في هناك جزء إيجابي نوعا ما يعني في المشهد، وهو أن أعضاء البرلمان رفضوا تشظية البرلمان وهذه إيجابية، يعني بقي البرلمان موحدا. نعم صحيح أن جزءا في صنعاء والجزء الآخر أعضاؤه يعني ممكن يتجمعوا في محافظة أخرى، حافظ البرلمانيون على وحدة مجلسهم حتى في التمثيل الخارجي
كان يذهب مع أن هناك ممثلين عن يعني البرلمان المختطف. وأنا هنا أؤكد يا أستاذة آسيا للسيدات والسادة المشاهدين بأن أعضاء البرلمان المتواجدين في صنعاء أستطيع أن أقول عدا 3 أو 4 أو 5 فقط هم رهن الإقامة الجبرية وتحت سطوة الميليشيات التي تسيطر على يعني على أهاليهم وعلى أولادهم وأسرهم، حتى أن أحد أعضاء مجلس النواب أراد أن يسافر مصطحبا زوجته وأولاده في أحد المؤتمرات، منع من أن يصطحب زوجته وأولاده. فأعضاء البرلمان المتواجدين في صنعاء هم تحت الإقامة الجبرية، يعني خذلهم المجتمع الدولي، خذلتهم للأسف يعني التحالف لم يحسم يعني هدف التحرير، وبالتالي بقوا هؤلاء تحت الإقامة الجبرية. الأعضاء البرلمان تجمعوا وكانوا ممكن جدا أن ينعقد البرلمان بجلسة. الآن الخطير، وهنا نقطة خطيرة جدا أحذر منها، أن الميليشيا الحوثي الإرهابية تعد لاستبدال نواب في المناطق التي يسيطرون عليها بآخرين بطريقة بلطجية. يعني نخشى تماما أن يعمل بعض المكونات الدولية والإقليمية في أن يعترف بهؤلاء لربما لتسويات يشكل فيها الحوثيون الثلث المعطل كما هو نموذج لبنان، وبالتالي تقرب بلدنا إلى مأساة يعني أكبر من هذه المأساة القائمة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك شوقي القاضي عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. عودة إليك أستاذ جمال، برأيك أستاذ جمال لماذا يعني أو ما مصلحة التحالف من عرقلة عودة الحكومة الشرعية إلى اليمن، انعقاد مجلس النواب، دعم الجيش الوطني بما تستحق المرحلة؟ كثير من النقاط يعني لا ندري ما هي الفائدة التي يجنيها التحالف من ورائها من عدم عملها. الفائدة أن كل هذه الإجراءات سوف تعطل الأهداف غير المعلنة. ما هو أحد الأشياء التي تجعلنا نقول بكل وضوح أنه هناك أهداف غير معلنة يسعى التحالف لتحقيقها هو عدم السماح لما تبقى من الشرعية أن تمثل نفسها. يعني الهدف المعلن هو مقاومة ميليشيا الحوثي وإسقاط الانقلاب وإعادة الشرعية. هل تتوقع أن هذا يعني أنه كان هناك هدف معلن وأهداف غير معلنة منذ البداية، أم أن التحالف وجد أن الشرعية ليست بتلك القوة وليست يعني متحملة المسؤولية ما في الكفاية فانحرف المسار، أو طمعت السعودية والإمارات بالبلد؟ وجهة نظري كمنتج أفلام حتى وكمتابع يعني المشاهد بطريقة فيها قدر من التمحيص، وجهة نظري أنه دخول الحوثيين إلى صنعاء كان هناك شكل من أشكال الرضا الإقليمي. طبعا الرضا هذا هي أقل مفردة ممكن نبسط فيها المسألة حتى يعني حتى نتكلم من أشياء متأكدين منها، لكن هناك قرائن تقول أن هناك أكثر من مجرد الرضا، هناك ما يشبه الموافقة. والأكيد بالنسبة لي على الأقل أنه التحالف لو سيطر الحوثي على الشمال ووقف في الشمال لما تدخل التحالف ولا حكم الحوثي للشمال، لكن لأنه بإصرار من علي عبد الله صالح، وهناك تفاصيل كثيرة جدا ربما الأيام تسمح بإظهارها. يعني هناك كان حوار حتى آخر لحظة قبل دخول الجنوب بين علي عبد الله صالح والتحالف، جزء من معناه أنه إن لم تدخل الجنوب لن نتدخل. على العموم فهناك كثير من التفاصيل تجعلنا نقول أنه هناك قبل تدخل التحالف رضا بدخول الحوثيين إلى صنعاء لأسباب كثيرة جدا، ربما حتى قلناها بشكل يعني أصبح ممل تكرارها لضرب بعض القوى السياسية أو للسيطرة أكثر. قلت يعني اليوم أنه لدى السعودية معرفة دقيقة بما لا تريده في اليمن، هي لا تريد دولة قوية في اليمن، فهي تفعل كل ما يؤدي إلى حمايتها مما لا تريد. ولدى الإمارات خطة واضحة بالمناسبة في أجزاء تفصيلية ممكن تتعارض مع السعودية، هي تعرف ماذا تريد تحديدا. قراءة نمط تحركاتها في القرن الأفريقي والتحالف، إذا نظرنا لهذه الصورة بشكل أوسع سنعرف ماذا تريد الإمارة تحديدا من اليمن، وحتى تحريك المعارك ونمط التحريك المعارك عسكريا هو بما يخدم ما تريده الإمارات لا بما يخدم ما يتطلبه مواجهة ميليشيا الحوثي. منذ 2017 لم تتحرك المعارك إلا في المناطق التي تريدها الإمارات. يعني ربما أحد الأسئلة الكاشفة
ماذا تفعل السعودية مثلا في المهرة؟ لم يصل الحوثيون إلى المهرة، فهناك كثير من الأشياء التي لم تعد مكان ظن ولا مكان تحليل، أصبحت أشياء يقينية أن هناك أهداف غير معلنة هي السائدة على المشهد للأسف الشديد. وهنا أريد أن أؤكد على فكرة ربما لا يتداولها الكثير، أن السعودية بالمناسبة تحديدا هي خسرت فرصة تاريخية. لم نكن نحن يعني كيمنيين من خسرنا، خسرت فرصة تاريخية باعتقادي من وجهين. الوجه الأول معالجة الصورة الموجودة في لوعي المجتمع اليمني أن السعودية هي عدو تاريخي لليمن. هي للأسف الشديد كانت أمام خيارين، إما أن تختار أن تعالج هذه الصورة النمطية ليصبح هناك تأسيس لوضع إقليمي جديد، أو أن تؤكد الصورة السيئة، وللأسف أنها نجحت في تأسيس الصورة النمطية الجديدة. الشيء الثاني، أنا قلت هذا الكلام في أول لحظة انطلقت فيها عاصفة الحزم وعلى الهواء، أنه إذا تم التعامل مع ملف اليمن تعامل مسؤول وذكي، وكنت أقول هذا الكلام وفي داخلي خشية من أن لا يتم التعامل، ولذلك كنت أكرر بشكل مسؤول وذكي، كان ممكن أن يكون هذا الملف اليمني تأسيس لمشروع عربي جديد بالفعل. نحن نتباكى ونشتكي من إيران ومن الحضور الإيراني أو من أي قوة في ظل غياب أي مشروع، كان هناك فرصة أن يتشكل مشروع أو نواة لمشروع عربي حقيقي لو تم التعامل مع الملف اليمني بتعامل عاقل بعيدا عن مراهقة الإمارات وإعاقة السعودية للأسف الشديد. إذن يعني من الواضح أن يعني حالة الاسترخاء التي تعيش فيها الشرعية رغم ممارسات السعودية والإمارات الخاطئة في البلاد أصبحت يعني ربما هي الواقع الذي نعيشه، لكن ألا يدرك هؤلاء حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم الآن؟ هو بالنسبة للشرعية هناك عدة عوامل قادتهم، من ضمنها كما قلنا السؤال الأول، لم يكن هناك تفكير بسيناريوهات، كان هناك تسليم ووضع البيض في سلة واحدة كما يقال. هذه هي المنهجية التي اتخذتها الشرعية للأسف الشديد، وكل ما يحصل بما في ذلك الفساد بما في ذلك هو نتيجة لهذا الوضع ولهذه المنهجية التي اتخذتها الشرعية منذ البداية للأسف الشديد. النقطة التي يعني لو أردنا أن نفكر في حلول، لابد أن تكون حلول فيها قدر من المفاجأة وحتى خروج عن المنطق التقليدي والكلاسيكي. يعني في كثير من التجارب القريبة والبعيدة يمكن استدعائها في كيف تقاوم يعني أفكار ربما تهدد المجتمع، يعني هذه لديه القدرة أن يظهر بأي شكل من أشكال الظهور للحديث عن هذا. يعني نفترض أنه غير ممنوع من الحديث، يستطيع أن يفعل ما يربك المشهد، على الأقل إرباك المشهد اليوم هو لصالح اليمنيين، بمعنى إرباكه على أطراف التحالف يمكن أن يعيد كثير من وباعتقادي ما زال هذه قادرا على أن يفعل ذلك لو امتلك قدر من الخيال، ولو امتلك قدر من المستشارين أو ناس من يسيروا عليه بقدرة يعني على التحرك بشكل أكثر حركية. نعم. هذا الإيقاع ليس فقط الإيقاع البطيء والمستسلم والمسترخي في ظل لم يعد يعني يوجد إيقاع بتاتا، لم نعد نسمع شيء أستاذ سوى للأسف الشديد. نعم. حتى ليس هناك يعني فعل وردة فعل، هناك فعل ليس لا يواجه بأي ردة فعل من قبل الشرعية، لا على الطريقة يعني حتى من باب حفظ ماء الوجه، هناك غياب كامل للأسف الشديد. نعم. ولكن أيضا أضف إلى صمت الشرعية الذي لا نجدها تحرك ساكنا في أي ممارسات خاطئة تقوم بها السعودية والإمارات خاصة في المناطق المحررة، نجد أنها تحولت إلى ماكينة لغسل أخطاء وجرائم التحالف. كلما حدث شيء ظهر يعني أحد من أفراد الشرعية لم يكن أغلب على وسائل الإعلام ليبرر وينفي، ويعني ربما يومين أو ثلاثة أيام وتعترف السعودية بذلك الخطأ. لماذا؟ هو استطاعت السعودية أن تعتمد مثلا في الشكل الإعلامي من المسألة على شخصيات هي تعرف أنها تستطيع أن تتحكم بهم، وبالتالي هذا كان إحدى النتائج، أنه نجد من الشرعية من هو ملكي أكثر من الملك، من يدافع عن التحالف أكثر، لأنها اختارت شخصيات عرفت منذ البداية أنه مؤهل لممارسة هذا الدور البائس للأسف الشديد. هناك الآن حقائق على الأرض، هناك على المستوى المدني وليس الرسمي في المجتمع الدولي هناك رأي عام تشكل وأصبح واضح في ماذا تفعل السعودية في اليمن، للأسف الشديد إلى درجة المبالغة ونسيان فعلا السبب الرئيس الذي أوصلنا إلى ما وصل، وهي ميليشيات الحوثي، الذي جعل المجتمع الدولي بالمناسبة
يتناسى السبب الرئيسي. نعم، وأنا مقتنع وهذه قناعتي الدائمة أن السبب الذي أدخله هو انقلاب الحوثيين وصالح على الشرعية. بالتأكيد كان اليمنيين على عتبة تأسيس ملامح الدولة اليمنية الحديثة. بالفعل حدث هذا الانفجار بسبب الحوثيين وعلي عبد الله صالح. ومع ذلك تم نسيان المجتمع الدولي. نعم. تم نسيانه لماذا؟ لأن السعودية عبثت في الملف أكثر مما يحتمل. وربما هي أيضا كانت تود. فحتى هذه جزئية نسيان السبب الرئيسي في الجريمة يعني هي يعني عبث الشرعية ومنهجية التحالف أدت إلى هذا السبب. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الأستاذ شفيع العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة من القاهرة. مساء الخير أستاذ شفيع. يا مساء النور عزيزتي. أهلا وسهلا بك. ربما كل عام أستاذ شفيع منذ بداية عاصفة الحزم نقوم بمراجعة لما تم ولما لم يتم، لكن بعد 4 سنوات نجد أن الشرعية لم تعد بعد لم يتح لها الفرصة للعمل الحقيقي على المناطق المحررة. إذن ما الذي يريده التحالف من اليمن؟ الوضع بالتأكيد أصبح أكثر تعقيدا في المشهد اليمني، كان في الملف السياسي أو حتى في الملف العسكري فيما يتعلق باستكمال تحرير المناطق أو حتى في بناء الدولة في المناطق المحررة. في أهداف متعارضة في غير الأهداف التي أعلنت في اللحظات الأولى للتحالف العربي والتي جاءت في إطار استعادة دعم استعادة الشرعية اليمنية وأيضا دحر الانقلاب. حتى أن عاصفة هذه الأهداف هي التي أعلنتها عاصفة الحزم التي سرعان ما تم الإعلان عن انتهائها وإنها تحققت الأهداف المعلنة أو المرجوة منها والانتقال إلى المرحلة الأخرى وهي إعادة العمل. لكن لو نظرنا إلى الواقع من 4 سنوات مضت ما زالت الشرعية خارج المناطق المحررة. أيضا لم تمكن الشرعية من إدارة المناطق المحررة، لم تمكن من إدارة الموارد السيادية، الموانئ، المطارات. هناك كثير من المعيقات التي تعيق عمل الشرعية وعودة الشرعية إلى الداخل لممارسة مهامها الدستورية والقانونية. إضافة إلى ذلك أيضا الأطراف داخل التحالف العربي عندما جاء من اللحظة الأولى كان عبارة عن كتلة واحدة. انشغل التحالف العربي بإدارة أمور أخرى، صراعات داخل منظومة التحالف، أيضا صراعات ما بين التحالف والشرعية. المتابع للواقع اليمني اليوم يجد لدى الحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين سلطة واحدة في الأمر الواقع، بينما في المناطق التي نقول عنها محررة وتحت سيطرة الشرعية يوجد هناك أكثر من سلطة، منها السلطة الشرعية التي لم تمكن من إدارة المناطق بشكل أمثل، إضافة إلى خلق كثير من السلطات المعارضة لها، كثير من السلطات الأمر الواقع في المناطق المحررة وتحديدا في محافظات الجنوب. نعم، لكن في أهداف خفية، أهداف غير معلنة. نعم. بدأنا من المشهد لمثل الشارع اليمني مبكرا. نعم، إذا الكل يلاحظ مبكرة. هذه الأهداف غير المعلنة أستاذ شفيع، يعني منذ المواطن البسيط وحتى ربما أكبر سياسي باتت الصورة واضحة. لماذا تصمت الشرعية على كل ذلك إذن؟ في حالة من الرفض داخل الشرعية، منها ما تم التعبير عنه من قبل رئيس مجلس الوزراء السابق، بعض الوزراء الموجودين هنا في حالة رفض. أيضا في تقاطع في المصالح، ربما هناك ما زال جزء كبير من الشرعية وتسلم فخامة الرئيس عبد الرب المنصور، هذه ما زال يعول على أن لابد من ربما هناك يحدث تصحيح مسار العمليه القائمه ما بين التحالف والشرعيه، على اعتبار ان الشرعيه صاحبه السياده والشرعيه صاحبه التمثيل الدستوري والقانوني والشرعي للجمهوريه اليمنيه. اذا لابد اذا ما اردنا ان نستكمل المرحله الراهنه، المرحله التي يقال عنها مرحله استكمال بناء الدوله اليمنيه وتحرير ما تبقى من المناطق، اذا لابد من اعاده تصحيح العلاقه فيما بين الشرعيه والتحالف، علاقه نسبيه، واي اطراف داخل التحالف العربي تنحرف عن الاهداف التي اتفق عليها يفترض انها تخرج من اطار التحالف العربي ولا تستمر فيه، لان اصبحت محيطه، تواجدها محيط بعمليه بناء الدوله اليمنيه، محيط لاستكمال موضوع السياده وسيطره ومسك الحوثيين على كل البقاع اليمنيه. ما يحدث اليوم هو عباره عن خلق ايضا ازمات محليه داخل المجتمع اليمني. كثير من الأطراف المسلحة، الميليشيات وراكز القوى والنفوذ الجديدة التي تتشكل، كل هذا يضر بمشروع بناء الدولة اليمنية. هناك في محاولة لإجهاض، ليس الشرعية وإنما لإجهاض مشروع الدولة الوطنية داخل الجمهورية اليمنية، الدولة التي يحتمي اليمنيون من أجلها، الدولة التي جاءت بناء على تضحيات الحركة الوطنية من خمسينات وستينات القرن الماضي إلى اليوم. هناك في محاولة لإجهاض هذه الدولة وإخلاء خلق
حالة من تنظيف المجتمع أيضا يتم العمل. للأسف لم أعد أتمكن من سماعك جيدا أستاذ شفيع العبد بسبب سوء الصوت من المصدر، شكرا جزيلا لوجودك معنا شفيع العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. يعني أنا كنت بودي أن أسأل أيضا أستاذ شفيع بأنه أين هو دور صوت شباب فبراير في مثل هذه اللحظة الحرجة أستاذ جمال، خاصة يعني من أصبحوا في الشرعية كمكونات للشباب، يعني صمت مطبق من الجميع للأسف، لماذا؟ هو كتعبير عن رأي موجود في منصات التواصل الاجتماعي وموجود حتى في بعض عندما يسمح لهم في الحديث في القنوات يتحدثوا بالشكل الذي يمثل بالفعل أفكار فبراير، لكن لماذا ليس له أثر؟ لكنه في النهاية كما قلت يعني صوت فردي أو يعني مثلا انطباع فردي يعني، لكن غير مؤثر على المشهد. هو لأنه منطق اللحظة يحتمل نمط من الأفعال، يعني منطق 2011 كان يحتمل منطق، فكانت الصوت الأعلى هو للشباب ولمن خرجوا للشارع لأنه كان منطق حدثت يعني احيانا بشكل مقصود واحيانا بشكل نتيجه للعوامل الداخليه والعوامل الامنيه، حصل ما يشبه يعني تهميش لهذا الصوت احيانا بمسمى التمثيل السياسي للصوت الفوضوي واحيانا بمسميات كثيره جدا، الى ان وصلنا للحظه الراهنه اللي هي لحظه هي يعني اقل ما يمكن انه يعني هناك مجال لان يمثل شباب فبراير انفسهم بشكل مؤثر، يعني ربما يحافظوا على ان تبقى الافكار حاضرة في النقاشات، أن تكون هناك بعض المنتديات، أن تكون هناك حتى بعض المجالس التي ما زلنا نسمع لها بيانات وأصوات، هذا هو يعني أقل ما يعني أو المتاح لهم أن يفعلوه. أكثر من ذلك في ظل اللحظة الراهنة ما لم يكن هناك جهة قادرة أن تحرك المشهد على الأرض. مثل من؟ يعني إذا كان حتى على مستوى النخب السياسية يعني لم تعد تتحمل المسؤولية الملقاة عليها في ظل كل هذا، صمت أيضا صامتة يعني كالجميع، على من نعول؟ هو على من نعول، نحن لدينا عوامل ما زلنا نشاهدها، يعني اليوم ما زال في أناس موجودين في متارسهم وعلى استعداد لمقاومة ميليشيات الحوثي سواء كان التحالف موجود أم لا، هذه القوة موجودة على الأرض، المشكلة في من يمثلهم. في من يمثلهم ما زالوا مقتنعين حتى اللحظة أنه لابد من أن نمارس يعني هذا التحالف، خلينا نسميه، هناك من يرى أصبح في يعني خضوع أكثر منه تحالف لمنطق السعودية ومنطق المنطقة السعودية بشكل أساسي، وإن كان هناك تذمر ما تفعله الإمارات لكنه تذمر لا يصاحبه فعل، هو تذمر يتذمر الشخص المسؤول الذي يستطيع أن يحرك ملايين الناس كما يتذمر الشخص العادي في الفيسبوك، هذا التذمر وشكل في قدر من الاستحياء كذلك. لكن في عوامل، إذا أردنا أن نتكلم هل هناك عوامل تجعلنا نقول أن هناك أمل أن يواجه ميليشيات الحوثي، هذه العوامل موجودة. المشكلة الآن أنه في الأطراف النخبة ما زالت مقتنعة حتى هذه اللحظة أن تظل مع التحالف، ربما هذا يحتاج إلى تقييم أين يكمن الصح والخطأ فيه، لكن ما لم يكن هناك فعل يقود لأن يصبح صوت هؤلاء مسموع لدى التحالف ليس هناك فائدة، سيستمر هذا العبث وربما يقود إلى كارثة أكبر. الكارثة الأكبر هو أن تصبح القوى على سبيل المثال الإمارات في الجنوب الآن تتعامل مع تأسيس ميليشيات ما زال العالم كله ينظر لها كميليشيات متمردة، لو منحت وقتا أكثر سيصبح هذا أمر واقع، وستقول الإمارات حتى للسعودية هؤلاء قوى سياسية ولديهم جناح عسكري فلماذا لا نسمع لهم ولماذا لا نسمع سيصبح يتكلم هذا 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 سيصبح بلغة أكثر جرأة بعد أن يجذر وجودهم على الأرض بشكل أكبر. لذلك هو ما لم يتم هناك تحرك، إذا كانت هذه القوى السياسية قد يعني خيالها محدود إلى الدرجة التي لا تقول ليس لدينا أمل إلا مع السعودية، أو لنقول أن هذه واقعية سياسية، إذا فلتفعلوا من الفعل ما يجعلهم يحترموكم أكثر، ما يجعلهم يسمعوا لكم عندما يئن اليمني في الأرض، أن يكون هناك ما يشبه التمثيل شبه الحقيقي لأنات الناس في الشارع، وترغموا التحالف
بقدرتكم على تحريك هذا هذه القوة. لكن ألا تجد أن المشهد أستاذ جمال يعني تم إعادته إلى البداية، انقلب الحوثي في 2014 وقلت ربما لم يتدخل التحالف إذا ما كان استمر في الشمال، ما الذي صنعه التحالف؟ دحر الحوثي من الجنوب وتوقف تماما يعني، وكأنه يريد فعلا للمشهد أن يظل بهذه للأسف الصورة. للأسف هذا ما يؤكد هذه القراءة للأسف الشديد، ونحن كيمنيين نتمنى أن نحن نكون يعني مخطئين بهذا المشهد، يعني لا نتمنى أن نكون على صواب إطلاقا، لكن للأسف هذا هو الواقع. لكن الآن هو سؤال، حتى سؤال ما هو الحل، أصبح في قدر من التعقيد من 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 الصعوبة بمكان الإجابة عليه بوحي اللحظة أو حتى بالتفكير البسيط. نعم، إذن سؤال آخر ربما يعني موازي لما هو الحل، ما مدى خطورة استمرار الوضع بهذا الشكل برأيك؟ هو أن نفقد القدرة، يعني نحن الآن ما زال عندنا أناس متحمسين لأن يواجهوا ميليشيا الحوثي، ما زال هناك قوة فاعلة على الأرض يمكن استثمارها. إذا استمر الوضع سنخسر، حتى يعني اليوم إذا عملنا قياس ما بين كيف كان موقف الناس مثلا من مقاومة ميليشيا الحوثي في لحظتها وكيف كان الآن، لا شك أن هناك ناس اقتنعوا أنه إذا كانت صنعاء أمن من عدن بالمعنى السطحي لكلمة الأمن، أكيد هو أمن تحت السطوة، لكن المواطن البسيط يفكر بهذه الطريقة. فنحن أمام يعني خسران لفكرة الرأي العام الاجتماعي المحلي، هذا إذا استمر ستكون الكارثة أكثر. كذلك الجزء الآخر من القضية أن يصبح فكرة النيل من السيادة له أدوات واقعية متجذرة بشكل لا يمكن النيل منه بعد ذلك، ويصبح حتى الخطاب بلغة الحقوق والحريات، سيصبح الخطاب بلغة الحقوق والحريات بأن هذه قوة موجودة على الأرض مع أنها مصنوعة بالطريقة التي هي موجودة الآن، هي مصنوعة، فسيصبح هذا أمر واقع وينبغي أن يتعامل معه العالم. فهذه كارثية إذا استمر الوضع إلى ما هو عليه، ولست يعني أستطيع أن أفكر كيف يفكر الرئيس هذه، رجل بهذا السن يستطيع أن يكون بطلا، ما زال حتى هذه اللحظة يستطيع أن يفعل فعل، أن يكون يعني أن يكون له موقف على الأقل يعني يختم به حياته خارج الأطر التقليدية والكلاسيكية في أن ينقذ اليمن، يستطيع أن يفعل ذلك ويستطيع أن يستعيد قدر من البريق كشخص يتزعم بلد بحجم اليمن تاريخا وإنسانا. نعم، إذن لنقول أن تلك هي أطماع السعودية والإمارات أو أهدافها، ماذا عن المجتمع الدولي؟ هل تحول اليمن إلى ملف فقط للضغط على السعودية؟ وأنا شخصيا فكرة يعني كلمة المجتمع الدولي بهذا الإجمال فيها إشكال. نحن عندما نريد أن نفعل شيء هو لمخاطبة الرأي العام الدولي اكثر منه الراي العام لا يعرف الا ان السعوديه تقصف اليمن، وهذه هذه احدى اهم الاشكاليات بالفعل يعني. وهذا حتى غياب يعني مثلا اذا قلنا انه الشرعيه لا تستطيع ان تفعل شيء على الارض، عندنا في كل وزاره 20 وكيل وزاره، على الاقل الصوره الاعلاميه كانت تكون صحيحه، يعني حتى هذا الملف فشلوا فيه مع انهم قادرين ان يفعلوا خارج اليمن ومع ذلك فشلوا، يعني لا يتطلب منهم العوده الى نعم. لكن في بالعوده لموضوع المجتمع الدولي، المجتمع الدولي احنا راينا كيف تعامل مع مصر، يعني كيف يتعامل مع كل الملفات، يتعامل مع ما يحدث على أرض الواقع للأسف الشديد، يتعامل مع أمر واقع. لكن قدرة الشرعية في أن توجد لوبيات إعلامية ولوبيات في أو حتى الدورة الدبلوماسية لمن هم في الخارج، هذا غيابه يؤدي إلى كارثية أكثر في أن يصبح المجتمع الدولي بهذا الشكل، وعندما يتعامل مع الحوثيين بأي طريقة من الطرق نندب ونبكي ونستغرب. في ظل الغياب سيملأ الفراغ، هذا هو تقريبا كلمة السر في كل ما يحدث. نعم. للأسف الشديد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك جمال مليكي، منتج الأفلام الوثائقية، كنت معنا في هذه الحلقة من ملف 4 أعوام على الحرب من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، الآن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله ومنه.